قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقوله والبراءة من الشرك وأهله، أي فلا بد أن يتبرأ من الشرك من أهل الشرك في الاعتقاد والعمل والمسكن، بل من كل خصلة من خصالهم ومن كل نسبة من النسب إليهم، معاديا لهم أشد معاداة غير متشبه بهم في قول أو فعل. هذا هو كمال البراءة، أن يكون عنده خلوص متخلص تخلصا كاملا من عقائد الكفار وأعمالهم وأفعالهم وأقوالهم، بل والسكنى بالقرب منهم، ومن ذلك الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من مسلم يعيش بين ظهراني المشركين. المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما، أي لا يجوز ولا يصح أن تكون نار المسلم قريبة من نار المشرك، فإن المؤمن الموحد لا يرضى لنفسه بذلك، وفي هذا خطر على المسلم أن يبقى في بلاد الكفر، إذ أنه قد يكون سببا والعياذ بالله في رجوعه من هذا الإسلام إلى الكفر، وقد يكون كذلك سببا في نقصان هذا الإسلام، لأنه لا يستطيع أن يحققه في بلاد الكفر، وقد يكون سببا في ضلال بعض ذريته، وما أكثر هذا لمن رضي لنفسه في أن يبقى في بلاد الكفر.